because you are my daughter and my sons. Thank you for your. أكثر مادة أحبها مدام أكثر شيء يعني مدام الفنية والرايتنج والفونكس والريدنج وأحب همين الفوكابلري وأحب القراءة والرياضيات والإسلامية. يعني هسه أنت من بداية السنة هسه إحنا وصلنا نهاية السنة حبيتي الدراسة بهاي المدرسة؟ كلش حبيتها. وأحب أكثر شيء الفوكابلري والريدنج والجرامر والفونكس. من يساعدك بالبيت بالهومورك مالتك؟ أمي وأبو. إسلام شنو تحب بمدرستك؟ أصدقائي والمواد اللي أدرسها. شنو هي المواد؟ مثل الريدنج والفوكابلري والفونكس. أوكي. أكو شيء صعب لو كله سهل؟ كله سهل. كله سهل؟ إيه. وزين بالعطلة شنو راح تسوي؟ يعني لو أدخل دورات، لو أروح للنادي، لو ألعب يعني. And I like to study well because it's so easy and I like the homework. أحب مادة الإنجليش والساينس. وأحب مدرستي كلش. زين من يساعدك بالدراسة بالبيت؟ ماما. زين وهنا المدرسة يعني تحسيها سهلة لو صعبة؟ سهلة. أكثر شيء تحبينه بالمدرسة يعني شنو هو؟ ريدينج. ريدينج. وبالبيت من يساعدك؟ ماما. حقيقة بعد انطلاق مشروع المدارس الدولية والذي تبنته محافظة البصرة كما تعلمون هنالك 20 مدرسة دولية، الحمد لله بعد انتهاء العام الدراسي للصفوف التي تم إدخالها ضمن المنهج الدولي وهي الأول والثاني والثالث، وجدنا هنالك تطور كبير في مستوى التلاميذ ونجاح هذه الفكرة يعني نجاح باهر حقيقة، وكانت مستويات الطلبة مستويات رائعة. لذلك إن شاء الله سيكون عام 2022-2023 يضم شمول 20 مدرسة أخرى تضاف إلى 20 مدرسة القديمة، ويكون عدد المدارس 40 مدرسة دولية أيضا في مركز المحافظة والأقضية والنواحي. ماذا عن دعم الكوادر اللي موجودة في هذه المدارس؟ طبعا بالعقد الجديد إن شاء الله يعني تقرر أن يكون هنالك دعم من قبل الشركة إلى الكوادر التدريسية، هنالك يعني ستخصص مبالغ مالية ممكن أن تعتبر كساعات إضافية للمدرسين وللمدراء المدارس، إضافة إلى توفير عمال خدمة. تعتبر ناجحة والدليل رضا أولياء الأمور على المشروع ومستوى الطلاب. احنا تعرفين كل مشروع أكو من وراه أهداف وغايات. نعم. الحمد لله والشكر احنا نعتبر حققنا هذه الأهداف والغايات وبينت على مستوى الطلاب داخل المدرسة. أبرز الأهداف اللي حققتوها؟ يعني هو رفع المستوى التعليم للطالب باللغة الإنجليزية والرياضيات ومادة العلوم، وهذه شفناها واضحة وتقدرون أنتم من خلال المشاركة يعني زياراتكم للمدارس تشوفون مستوى الطلاب شلون تحسن خلال 3 أشهر و 4 أشهر. يعني على المستوى التعليمي ما صارت عندنا مشاكل، بس على مستوى اللوجستي الدعم من ناحية توفير موظفين خدمة، توفير بعض الكوادر بالمدارس، واجهنا بعض المشاكل في بداية العام الدراسي، بعدين قدرنا نعالجها الحمد لله. بالسنة الجاية عندنا بعض الملاحظات والمقترحات راح نحاول نطورها وما نوقع بهاي الملاحظات. وصلنا للمرحلة الأخيرة من العام الدراسي، كان هذا العام مفعم بالفعاليات والنشاطات والتطور العلمي وإضافة إلى تحقيق الذات، كان له تأثير كلش كبير للأطفال. ليش؟ لأن هاي المدارس الدولية ذات المعايير الدولية توفر التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى المراحل الابتدائية. نعم. طبعاً وفق كوادر وموارد بشرية كفؤة وتعتمد على المعايير العالمية. هو شنو الغرض من عدها؟ الغرض منها أن يكون الإنسان واعي قادر على مواكبة التطور واستخدام اللغة الإنجليزية بطلاقة. استخدامهم كان للغة الإنجليزية رائع جداً لأن المناهج كانت مناهج صحيحة وفق مصادر صحيحة، بحيث الطفل صار عنده ثقة وجرأة أن يتكلم بأن يعرف أن المصدر هو صحيح. والله هو كل عمل لابد من بيه مشاكل وبيه صعوبات. نعم. لكن الحمد لله والشكر بوجود المثلث المتكامل اللي هو المدرسة وولي الأمر والتلميذ، تعاون رائع جداً صار وتقبل إيجابي من قبل الأهالي، فالحمد لله كل هاي المشاكل وكل هاي الصعوبات تجاوزناها بنجاح. Okay? Did you finish? Yeah. Okay. We will start.